السلام عليكم خوتي خوتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. في هذا اليوم غادي نخصوا الحديث عن الأخطاء التي تقلق المصحح، بمعنى الأخطاء التي تقلق المصحح، يعني ملي كتكون كتكتب وكتكتب دوك الأخطاء، يعني فهي المصحح كتكون قاتلة بالنسبة للمصحح. إذا غادي نبدأ بواحد المجموعة يعني من الأخطاء اللي انتم كترتكبوها أثناء إنجاز الامتحان ديالكم، ومن خلال يعني هذه الحلقة كنتمنى حقيقة أنكم تجنبوها، خصوصا يعني المقبلين على الامتحان ديال الدورة الاستدراكية. إذا للناس اللي أول مرة كتشوفني، حقيقة أتمنى أنها باش تنزل تحت تبارك على زر صابوني، ثم تفعل الجرس باش توصل بجديد، ثم ما تنساوش أنكم تبارطاجيو مع خوتكم هذه المعلومات حقيقة اللي ممكن يعني يستفدوا منها. إذا خوتي، اول اخطاء اللي نتوما كترتكبوا اثناء انجاز الامتحان ديالكم هو الخط ما كيكونش واضح، لان الاغلبيه فيكم ما كيكونش عنده الخط واضح. لكن حقيقه اتمنى انكم يعني مني تكونوا كتكتبوا، حاولوا انكم تكتبوا، خصوصا يعني ما كتكتبوا في الورقه ديال التحرير، حاولوا انكم تكتبوا بشكل يعني خط واضح ومزيان، يعني مقروء بالنسبه يعني المصحح. وايضا يعني كما كتعرفوا المؤسسات ديالنا والطاولات ديالنا كيكونوا كلهم محفرين. اذا اخوتي ما فيها بس انكم تطلبوا واحد جوج الوراق او ثلاثه الوراق يعني من من من, من الحراسه، من اللي كيحرسوكم، وديروهم تحت الورقه ديال التحرير باش الخط يكون يعني واضح. هذا فيما يخص يعني النصيحه او الخطا الاول. ثم الخطا الثاني هو يعني الشكل ديال الورقه. كما كتعرفوا الاخوان ملي كنكونوا كنكتبوا، خصوصا يعني كنهضر هنا على الاجتماعيات في المقاله والفلسفه واللغه العربيه، ملي كتكونوا كتكتبوا يعني في هذه المسائل، حاولوا انكم ديروا يعني دخلوا مثلا غتبدا المقدمه ديالك، حاول داك انك تدخل بواحد السطر شويه، دخل بواحد السطر باش تكون يعني المقدمه راه واضحه، وملي غدير النقطه ايضا ترجع يعني نفس يعني الخط اللي باش بديتي منه من الاول مباشره، باش كتوضع يعني الفقره الاولى، الفقره الثانيه، الفقره الثالثه، الى غير ذلك. حتى بالشكل المصحح ملي كياخذ يعني الورقه كتفتح الشهيه ديال 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 القراءه، كتفتح الشهيه ديال المصحح، عطاك واحد يعني واحد الوقت ديال الورقه ديالك. انا براسي ملي كتجيني شي ورقه كنعرف راه غنضرب فيها تماره حقيقه ديال التصحيح. اذا خوتي حاولوا ان الخط ديالكم كما قلت لكم يكون واضح، ثم الورقه شكل الورقه يكون مزيان. اذا هذا فيما يخص يعني الخطا الثاني. الخطا الثالث هو تجنب الاخطاء الاملائيه. راه عيب وعار انكم تكونوا كديروا الاخطاء الاملائيه. انا نعطيكم واحد النصيحه باش تجاوزوا هذه الاخطاء الاملائيه. الحمد لله كما كتعرفوا بان اللغه العربيه غنيه. اذا مثلا ما عرفتش انا مساله علاش كتكتب الهمزه، الحمد لله راه عطا الله نغير هذا المصطلح بمصطلح اخر، او مثلا واحد الجمله ما عرفتش واش كتكتب تاء مربوطه ولا تاء مبسوطه، خفت نغلط فيها نقلبها انا اخرى بمصطلح اخر. ظهر مثلا ما عرفتش كيفاش غتكتب الضاد واش رقبه ولا ماشي رقبه، نبدلها انا بدأ مثلا، هي عطاها الله باش تبدل، لانك باش ما طيحش فاش الاخطاء، وهي حقيقه يعني كما قلت لكم كتكون اخطاء قاتله بالنسبه للمصحح. المصحح ما كي يعني ما كي خصوصا اللي جي شي استاذ كيكون مزير شويه في هذه المسائل ما غيتعاتقش معاك في هذه المسائل، خصوصا يعني في هذه القضيه هذه اللي قلت لكم دابا. اذا تجنبوا هذه الاخطاء هادو، املائيه، لغويه، نحويه، انت كتكتب وانت كتراجع، لا ربما هذه خطا فيها، لا هذه ممكن هذا المصطلح يكون زوين، لا هذا التعبير هذا ممكن انه يكون زوين، علاش كتكتب في الورقه ديال الوساخ؟ باش كتحاول انك يعني داك الشيء اللي غتنقل في الورقه ديال التحرير يكون مزيان، هذا هو الهدف. اذا ما كانش الهدف هو هذا فما كاينلاش انك تكتب في ورقه ديال الوساخ. اذا فيما يخص يعني الاخطاء، يعني الخطا الثالث. الخطأ الرابع واللي كيكون يعني قاتل هو دوك المنهجيات اللي كتهزو من الانترنت. الاخوان راه شكون اللي كيوضع المنهجيات في الانترنت؟ راه كيحطوهم الاساتذه. واذا واش انت زعما زعما انت ذكي غتجيب له دوك المنهجيه وتحطها انت بحال زعما راه الاستاذ عارف داك الشيء؟ راه ما يمكنش. من جهه الاستاذ جاي من شي كوكب اخر غير الكوكب حنا اللي عايشين فيه، راه الاستاذ هو انا، هو الاخر، هو الاخر، هو الاخر. لان راه المنهجيات اللي كتهزو نتوما كتحطوهم المنهجيات كيكونوا باينين، خصوصا يعني شي تلامد كيكونوا ناقلين المقدمه، وملي كيجيو للتحليل وكتلقى الزراوط
أزربت الأخطاء إملائياً لغوية، الأخطاء في التعبير، الأخطاء في المضمون، الأخطاء في واحد المجموعة ديال الأخطاء. وأيضا من راه المصحح كيكون داك الشيء راه عارفه من اللي هزيتي، او لا خصنا عندك اللي كيجدوك المنهجيات كيقول لهم كيدير لهم بان القفصين زعما وانت تتملا الفراغ. الاخوان المسائل راه واضحه، راه غير اللي كيتعمى وصافي. اذا خوتي حقيقه اتمنى يعني لكم النجاح خصني يعني في هاد الاستدراكيه، لانها فرصه كبيره. انا كنعاودها في كل هاد القنوات اللي درت حقيقه في هاد الاخر هادي، خصني يعني اللي درتها للناس ديال الاستدراكيه، لانني انا عارف اش كنقول، بان راه عندك فرصه كبيره باش تنجح، عندك فرصه كبيره باش تجيب الباك ديالك بنقطه عاليه. اذا في الاخير اتمنى لكم كل التوفيق، وان الابواب ديالي مفتوحه على القناه. وكما كتشوفوا راه اللي كيصيفط لي ميساج راني كنجاوبو، خصوصا يعني بالنسبه للناس اللي كتصيفط لي في الفيسبوك وفي هذا. غير رجاء حاولوا انكم تمشيو يعني الانستغرام، لانني في الضغط بزاف في الفيسبوك وفي داكشي. حاولوا انكم تمشيو الانستغرام لان ما كاينش الضغط عليه بزاف. انا غادي نخلي لكم اللين لتحت في صندوق الوصف باش ان يعني اللي بغى يمشي للانستغرام يمشي لها. اذا خوتي الى حدود الان، فكنتمنى ان هذه الحلقه تكون استفدتوا منها، انكم تبارطاجيو مع خوتكم، ما تحتكروش المعلومه. واتمنى لكم يعني كل التوفيق، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.